الثالث من أركان الإيمان. هاي ركن تبي أمبي ركن إيمان. الإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء. كيّن ترو إيمان جو ترو رول كتاب ده الله سبحانه وتعالى بان بنجاه ملب لوكيني. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. يين ترو جو أبد بقتها كتاب رك كمبي تنو كجيه بيسم داير بق الله تعالى طال. وأنها منزلة غير مخلوقة. وينو ك الله تعالى بان بنجاه مك بمن جي مخلوق لاي. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. هاي الله سبحانه وتعالى بان بنجاه رول بندا نبي كي مين كمبي ربح بوكي. نؤمن بجميع الكتب. هاي ين ترو جير نو كمبي تن أهنو. وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائها. هاي الله تعالى بان ين جير نو أوي دا تعالى بان براب أم بي شمو كمبي ربح الله دال بنجاه نلو بوكي نو. وما فيها من أحكام وأخبار. هاي نن هو كم ريكو جباب دا الله تعالى بان كمنات ريكو بان ساسي ريكو بان نيجي نقنان كمبي تنمو. لكن لا نعمل إلا بما جاء في القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كبنتا ين من أعنوات نو أوي دال مين نقنان كمبي تنمو. كراو أمبي حكم ريكو أحكام دا الله تعالى بان نيجي نقنان قرآن نن سنة رواه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نعمل بما فيها لأننا نعمل بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ين جو نو لو كتاب ريكو كمبي تنمو. كبنتا ين من أعنوات طول ريكو ين من أعنوات تي كراو أمبي كتاب دا الله تعالى بان جوه مالو نبي محمد صلى الله عليه وسلم.